الحوايج كما كتلاحظوا معنا حنا جينا لهاد البلاصه هادي تعطوا الكلاب حاشاكم ماتت وبقاو وليداتها ضايعين بالجوع ساكت دابا خاصهم ياكلوا ياك وواحد في مسكين طيب ماشي مشكله حنا غادي نعطيوك اختي الماكله كما كتلاحظوا معنا كنعمروا هنا لك خوكات المشيشات والكليبات اللي بغى يدير وما عرف ما يدير راه كي بحال هكا اما الحيوان ضربت لصقات عند الله دار واحد المبادره اللي زوينه وجمع واحد الدراري اللي باسيوني ودراري اللي نقيين تنقى شنو خاصكم ديروا لهم نعطيهم الماكله ونعاونوهم واش تكون مع الدوله والله الا درت عندكم شي مبادره اللي تبارك الله الدراري والله الا عجبوني اقسم بالله العلي العظيم صباح الخير اخوتي اهلا وسهلا واقلا مرحبا معكم بون ميتر بون شين كي دي توجور وي سا سي بيان خوتي المهم نورمالمون هاد الايام شويه مريض وعيان ولكن سبحان الله العظيم اليوم بالضبط صابح اون فور وناشط المهم اليوم ان شاء الله غادي نمشيو انا خويا مروان راه كلشي كيعرفو والمايسترو ارغو ارغو اش كدير تما اش كدير ارغو مساليش ارغو المهم غادي نمشيو ان شاء الله وغادي نتلاقاو مع واحد الوليدات زوينين الله يعمرها دار كاين اللي غيعرفهم كاين اللي ما يعرفهمش وغنمشيو غادي نديرو واحد المبادره جميله جدا 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 داكور نورمالمون انا ما كنتش باغي نصور هادشي ولكن علاش غادي نصوروا هادشي تو سامبلومون باش ندوزو لكم واحد الرساله جميله ميساج زوين واحد الميساج زوين ان شاء الله نتمنوا ديروا باش كاع الناس اللي غايشوفوا هاد لا فيديو نتمنوهم يديروا بحالنا خليني ندوز انت دوي بغينا نعاونوك نعاونوك باش نموتيفيو باش نموتيفيوكم ان شاء الله باش ديروا نتوما الخير داكور شوف كاين اللي كيدير الخير تبارك الله عليكم ونورمالمون اللي كيدير الخير ما خاصوش يقولوا اون سي بيان هادشي كامل ولكن كاينين شي ناس حتى كتموتيفي كيشوفك انت تدير واحد الحاجه مزيانه عاد كتشجعو باش ينوض يدير حنا ما كنطلبوش منكم ديروا هادشي اللي غادي تشوفوا دابا في هاد لا فيديو كنطلبوا منكم غير ان شاء الله كل واحد فيكم يهبط غير حدا باب الدار ديالو الا لقى شي كليب شي مشى مريضه باغا تاكل شي كليب باغي ياكل شتي واخا ما عندكش فلوس واخا تخسر على مشى غير فرماجه ديال درهم اما كاين شي واحد يقول لي ما عنديش درهم فرماجه ديال درهم راك غدير الاجر وغتوكل واحد مشى مسكينه ما لاقيه ما تاكل شتي غير ديك الماكله اللي كتشيط عليك في بلاصه ماشي تلوحها شدها وجمعها وعطيها لشي كليب ولشي مشيشه في الزنقه تاكل وواحد النقطه صغيره جدا وسمحوا لي غنطول عليكم ملي تبغيو توكلوا المشيشه شو الكلاب في الزنقه الله يرضى عليكم ما تبقاوش غير تشدوا الماكله وتلوحوها عشوائيا في الارض داكوغ علاش حيت من بعد كيجي الدبان والناموس كتولي الريحه خانزه دونك كدير الخير و اون ميم طون كدير الذنوب ملي كتخلي ديك الدنيا بحال هكا كنبص كتعذب واحد الناس اخرين المساكين اللي كيجيو كيجمعوا اكزاكتومون كيجي واحد اخر كيبدا يجمع ويبدا يضعيفك ويقول لك شوف هادو موسخين الدنيا وانت راك باغي دير غير الاجر دونك منين تبغي توكل واحد كلب في الزنقه انتم غادي تتبعوا معنا هاد الفيديو غتشوفوا الطريقه باش غادي نوكلوا ان شاء الله الكليبات والمشيشات في الزنقه وتبقى الدنيا نقيه وكل شيء نقي ونعطي واحد ايماج زوينه داكوغ تبارك الله عليكم جوزيم بقاو معنا سا سي بيان سا سي بيان تبارك الله سي ارغو تبع معايا الدار صح؟ هذاك اش كتقول؟ سا سي بيان ارغو بوسو بوسو ارغو لا شي بوسو ارغو ابا يلا ابا ابا تبارك الله عليك الو لي زامي تلاقينا انا والعشران هنايا خدينا لي باط ان شاء الله اللي مشيشات والكلاب ودابا غادي نمشيو نكملوا الرحله ديالنا احسن خويا سفيان الله يحفظك ليا شكرا شكرا قول يا خويا سيمو فين نمشيو دابا ان شاء الله نمشيو ان شاء الله ناخذوا طويصات فاش غنحطوا لهم طاسه غنديروا فيها الماكله وطاسه غنديروا فيها الماء باش يبقى داك الشيء نقي ما نحطوش لهم في الارض يكون داك الشيء شويه بروفيسيونيل تبارك الله عليك ما عندي ما خوتي دابا خدينا خوتي دابا تقريبا خدينا هادو باش يديروا فيهم الماء والماكله اللي مشاش والكلاب ان شاء الله دونك خدينا هاد الصغار وهاد الكبار وبقاو معنا كما طلعتوا معنا نشكروا السيد دار معنا ثمن مزيان شكرا ليك وهادشي اللي كاين بقاو معنا المشاهدين كما كتلاحظوا معنا حنا شرينا لي بواط هنايا انا والدراري معنا سيمو اللي معروف برانس ومعنا ياسر فلوكس كيدريسي الفراخ معنا خويا وصاحبي مروان ومعايا السي زكريا الطريف
الو راه نخلي لكم كاع لي شين ديالهم لتحت في الرابط ديال يوتيوب ديالهم ديال انستغرام. وكما كتلاحظوا معنا كنشكروا الشركه ديال زولوكس ياك زولوكس الشركه ديال زولوكس تبارك الله ردوا معهم خويا ياسر وعطاونا لي كروكات كنشكرهم بزاف 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 على التعاون ديالهم معنا. دينا دينا هاد لي بواط كيف ما شفتوا معنا باش نديروا فيهم الماكله والماء للمشيشات والكلاب. دينا لي باتي ديال المشاش والكلاب والماء تمايا. دونك بقاو معايا خوتي دابا غادي نوجدوا هادشي في لي بواط وغادي نمشيو نفرقوا ان شاء الله ان شاء الله. دونك بقاو معنا. الوغ دابا حنايا كما كتلاحظوا معنا كنعمروا هنا لي كروكات المشيشات والكليبات وكنديروا معاهم لي باطي كنخلطهم انا وخوتي. وتحيه خويا زكريا تبارك الله عليه الدري زويون تبارك الله لخويا مروان كاع الدراري كاع الدراري اللي ساهموا في الشيء الدراري اللي كيصورونا حتى هما تبارك الله اللي كيصور حتى هما ديديكاس ليهم تبارك الله لخويا اللي كيصورني دابا خويا سيمو والبراس وما نساوش ياسر بلون والله يجزيكم بخير نتمنى كلشي ان شاء الله يبدا يدير بحال هاد المبادرات. ماشي ضروري دير هادشي كامل غير الا كان شي مشي كلب هاد الدار عندك بغيتي تهلا فيه ما فيها باس هبط لي شويه ديال الماكله ولا داكشي وهذا مكان. السلام عليكم. اللي بغى يدير وما عرف ما يدير راه كاين بحال هكا اما الحيوان ضربت لصقات عند الله بصره ما عنده ما يعطيك. الله يعاونكم اخويا. شكرا اخويا. مرحبا بكم في بورغون. شكرا انا اخويا شفتكم مع الدوله والله الا درت عليكم شفت المبادره هذه تبارك الله الدراري والله الا عجبوني اقسم بالله العلي العظيم. شكرا عمل خير حتى ما يعطيو البنادم فهاد الراس يعطيو لك الكلاب ديال الشيخ زعما كياكلوا صح بنادم مسكين بنادم عارف ما غادي عارف ما غادي غياكل اما الناس مساكن اما الشيشات العيبات كل بيت فين غياكلوا مساكن. لا حول ولا قوه الا بالله الناس الله يعمرها دار الرجوله يا خويا بورغون الله يحرمك صراحه جينا عنده كبروا فينا وقفوا معنا الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك. شكرا. اذا اخوتي كما كتلاحظوا معنا دابا غادي نبداو ان شاء الله نفرقوا هادشي على الكليبات وتحيه الناس ديال بورغون الناس زوينين فوالا الدراري واحد الكليب ها هو مسكين انايا مخشيش حتى الطوموبيل هو خايف ما بغاش يجي عندنا دونك غادي نحاولوا نخليو ليه الماكله هنايا تيخرج عندنا تيخرج وان شاء الله وغادي ياكل ملي يحس براسو مرتاح. دونك كما كتلاحظوا معنا غادي نخليوه يرتاح حيت دابا هو خايف الكلاب ديال الزنقه مالوغوزمون كاينين شي ولكن مسكين خايف كاينين اللي كيعطوا يضربوهم وداكشي دونك الكلمه ماشي كيجيو كيتيقفك دونك دابا نخليو ليه الماكله هنا على خاطرو غادي يمشي وتيخرج لها خاطر خاطرو وياكل سيغو خليه على راحتو. مالا الاطفال الصغار كيتبعونا في يوتيوب كيدير الدراري لاباس عليكم لاباس بخير ها انتم عرفتوا دابا شنو كنديروا هنايا دابا حنا كناكلوا المشيشات والكلاب ديال الزنقه دونك حتى نتوما ان شاء الله الا بالك شي كلب في الزنقه ولا شي مشى في الزنقه في بلاصه شي كلب ما نشيروا عليه بالحجر شنو خاصنا نديروا؟ خاصنا نعاونوهم نعطيوهم الماكله ونعطيوهم الماء باش يشربوا وياكلوا. حسن جدا تبارك الله عليكم. كاين اخويا واحد الكليبه هي راه هي حامله هي وليداتها غديو ليها هاد الكروكير واحد المشيشه ضربان وليا ملي ضربت ليه خديو معاهم غاره صافي صافي. اذا اخوتي دابا غنمشيو نوصلوا عند الكليب اللي بات تما والده مشيو عندها اخوتي بقاو معنا يلا معايا مروان يلا انا غادي كاين هنا واحد الكليبه قالوا لي راه يلاه والده راح حطوا لها الماكله هي وكيلها هي. اوكي ما راحتو راه ديجا الدري راح حط لهم هنا الماكله هذه الكليبه ما نقربوش منها بزاف حيت تقدر تعضنا حيت هي يلاه والده فريك. دونك نمشيو نقلبوا على شي كليبه باش نمشي نشوف قالت لينا واحد السيده باللي راه كاين شي بلاصه هنايا كاينين شي مشاش تما والدين وداك الشيء دونك غادي نمشيو نشوفوا ديك البلاصه ان شاء الله. فوالا هانتوما الدراري خويا سفيان كيوكلهم بيد وكاع ها انتوما خويا اي بيان نمشيو اخوتي نقلبوا على مشيشات اخرين وكلاب ان شاء الله. اذا هاد الكلاب ديال الزنقه ما كيتيقوش بزاف مع كيضربوهم وداك الشيء غنعيطو لهم باش يجيو نعطيهم ياكلوا اش اش كيبان ديال الزنقه ما كيتيقوش ما كيبغوش ياكلوا قدام بنادم
اكزاكتومون دونك كنحطوا لهم الماكله بحال هكا وكنمشيو حتى كيجيو على خاطرهم حيت ما كيتيقوش فيك تيبغيوش ياكلوا حدا حيت تيخافوا منك دونك غادي نخلي لهم الماكله نطرفوه هنا ما نخليوهش في الطريق حيت يدوزوا الناس نحطوه هنايا في الكوان ونخليو لهم هنا الماء ونمشيو تيجيو على خاطرهم ياكلوا. لاباس عليكم؟ بخير كلشي مزيان. عرفتونا شنو كنديرو دابا؟ دابا كناكلو الكليبات والمشيشات ديال الزنقه ياك. وانتوما شنو خاصكم ديرو؟ خاصكم الا لقيتو شي مشاش ولا شي كليبات في الزنقه شنو خاصكم ديرو ليهم؟ نعطيهم الماكله ونعاونوهم وتعاوموهم وتعطيهم يشربوا ياك. يلاه تبارك ما تلوحوش ما تضربوش الكلاب بالحجار وداك الشيء. لا يلاه تبارك الله عليكم سا سي بيان خويا تبارك الله عليك شكرا. اذا اخوتي كاين دابا واحد الكليب هنا لقيناه هنا لتحت هو مضرق على الشمس دونك غادي نحاولوا نعطيو ياكل. مروان جيب ليه جيب ليه الماء نمشيو نجيبوا ليه الماء. دابا ملي كتحط لي الماكله بحال هكا ما كيتيقش فيك بزاف. ملي كتحط لي الماكله بحال هكا الكلب ما كيكونش كيتيق ما كيكون كيضربو وداك الشيء دونك ما كنحاولش نقربو من الكلب بزاف كنحطوا ليه الماكله والماء صافي ونخليوه على خاطرو حتى كياكل. كتشوفوا هاد المشيشه ما كتشوفش اخوتي درنا في هاد الخير هذا واليوم رمضان. واو اخويا سفيان وابراهيم. المهم اخوتي انا ضيوف شرف انا ضيف شرف عند الاخ ديالي سفيان بابوشيا واللي دار واحد المبادره اللي زوينه وجمع واحد الدراري اللي باسيوني ودراري اللي نقيين باش يديروا واحد المبادره اللي واعره بزاف على قبل المشاش والكليبات. جابوا لهم كروكيت جابوا لهم لي باطي جابوا لهم الماء وبداو كيعطيوهم ياكلوا وشافوا بعين الرحمه في هاد المشيشات هادو وهاد الكلاب هادو اللي ما كيلقاو اللي يعاونهم اولا اللي يوكلهم اولا اللي يشربهم اولا كاع اللي يقول هادو اشنو هو خاصهم. داكشي علاش كنشكروا بزاف وكنشكر الدراري اللي معاه كاملين على المبادره هادي اللي دار وان شاء الله ما تكونش اخر وحده. وحتى نتوما اللي كتفرجوا في هذا الفيديو الا كاين حداكم كلاب اولا مشيشات في الزنقه حاولوا تخرجوا لهم اللي عندك ماشي بالضروره انك تشري ليه كروكيت اولا باطي يعني ماكله ديال الدار اللي شيطا عليك الروز اولا شي حاجه هبطها وكلها لي حيت راك عندي اجر كبير كما الدراري حتى هما داو اجر اللي زوين بزاف اخوتي. وكما كيقولوا يرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. خويا قلتي كل شيء ما بقى لي ما نقول تبارك الله عليك. اذا كما لاحظتوا معايا الحمد لله جاتني الفكره واقترحت على الدراري تبارك الله. معايا خويا ياسر معايا خويا سيمو مول برانس معايا خويا زكريا دونك تجمعنا حنا كامل وما نساوش خويا مروان حتى هو والدراري الدري جا صورنا حتى هو يا فوتوغراف ديالي. دونك خدينا هذه البادره في هذا الشهر المبارك كما كتلاحظوا شوفوا هاد المشيشه مسكينه راه عميه ما كتشوفش ها هي كتاكل وشوفوا الصح وهي كتاكل يعني كانت قاتله مسكينه الجوع. دونك كيف ما قال خويا ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. كيف ما انت عزيز عليك كلبك عز عليك راسك عز عليك المشه اللي كتربي خاص هاد الكليبات وهاد المشيشه ديال الزنقه حتى هما تعطيهم حقهم داكوغ ما تخسر عليهم والو. شتي واخا تشري غير فريميجه تعطيها لها بدرهم غادي فيها الاجر ما كاين شي واحد غادي يقول لك لا راه ما عنديش درهم باش نشري فرماجه. دونك عاون باش ما قديتيش تي غير ديك الماكله اللي كتشيط علينا غير ديك الماكله اللي كتشيط علينا في بلاصه ما نمشيو نلوحوها ونضيعوها نعطيو ولاد المشيشات وهاد الكلاب اللي كاينين في الزنقه. و سي بوغ سا درنا هذا الفيديو باش نوصلوا لكم الرساله ان شاء الله وكل شيء بدا يدير الخير. وهذا الفيديو راه ما داروش الدراري باش انه يبانوا عليكم اولا باش انا كندير الخير ولا هذه بالعكس هذا الفيديو داروه باش يحفزكم انتم اللي كتشوفوا فيه ديروا الخير مع الكليبات والمشيشات اللي عندكم. تماما. إذا خوتي كما لاحظتوا معنا جينا عند هاد الكليبات باش نوكلوهم هنايا كانوا ناعسين تمايا راه شافوا أرغو وما يبغيو يحيحوا. عرفتي علاش؟ حيت دابا هاد التريطوار ديالهم هادي بلاصتهم دونك هما كينعسوا هنايا. هاد ستون مود ديال الكلاب فيما كيدخل شي واحد لازون ديالهم سا سي بيان.
حنا غادي نعطيهم ياكلوا دابا ان شاء الله. ان شاء الله شو الطريقه باش كيقرب لمروان كي دابا كيقرب لي بحال كتقرب لي بلوطو كتهيتيا فمال كتقرب لي بالعاني بحالك باش بشويه ياك ما غادي تضربني ياك ما توجو غاد لي شيان ديال لاغي ديما هاد الكلاب ديال الزنقه ديما كيبقاو مافيون كيبقاو حاضرين معاك علاش ما عارفينكش علاش انت جاي واش جاي باغي تضربهم واش جاي باغي تاخذ لهم بلاصتهم حيت هما كيعيشوا هنايا دونك هاد البلاصه اللي كيعيشوا فيها ما كيبغيوش اللي يدخل التريطوار ديالهم اون فوا كتدخل التريطوار ديالهم خصهم يحميو التريطوار ديالهم يعني البلاصه فين عايشين دونك نحاولوا دابا نعطيهم ياكلوا ان شاء الله دونك اخوتي كما كتلاحظوا معنا هاد الكليبه راه باينه تكون والده دونك خاصها ترد على الوليدات ديالها حطينا لنا الماكله هي مسكينه كنقاتل الجوع ايوا هادشي اللي كاين و سي بيان سي بيان وكما يقول المثل ارحم من في الارض يرحمك من في السماء سي بيان اونشيا كيف ما كتشوفوا اخوتي واحد الكليبه هنا خايفه ديال بصح ولكن مع بون ميتر بون شيان كلشي غادي يولي ساهل بيان سور ما كايناش سي بيان هادي دابا كتخاف حتى الكلاب ديال الزنقه اخوتي كيكونوا مالوغوزمون الناس كيشيروا بالحجار كيضربوا كيجريو عليهم دونك ما كيخدم حتى تيقوش دونك هاد الكلبه باينه تكون والده داكوغ دونك غنحطوا لها هنا مسكينه الماكله وغادي نخليوها على راحته وغادي نمشيو تاكل بلا راحته وتجي ترجع ان شاء الله وليداتها ان شاء الله دونك بلا ما نرصدوا تخليوها تاكل على خاطرها سا سي بيان اذن اخوتي كما كتلاحظوا معنا حنا جينا لهاد البلاصه هادي دونك ما تخلعوش عرفتي علاش كينبحوا حيت سي نورمال كيدافعوا على التيريتوار ديالهم وما راه ما يعضونا ما والو غير فوق نهبطوا معاهم غير ما نقربوش عندهم بروسكومون باش ما يتخلعوش منا ويهربوا دونك كما كتلاحظوا ها هو جاب لهم ماكله مشاو عندو ترونكيل اذن اخوتي كما كتلاحظوا معنا جينا لهاد المكان كيسميوه باب 4 جيت المرسى راه كاين الناس اللي كيعرفوه جينا هنا كاينين بزاف ديال الكلاب فهاد البلاصه داكوغ ما كيلقاو ما ياكلو مساكن دونك حنا نحطو لهم هنايا لي كروكيت داكوغ هانتوما تشوفو تبارك الله راه كنقاتلهم من الجوع راه من جينا المره الاولى بداو كينبحو علينا كيصحابو مراجين باش نضربوهم ولا شي حاجه دونك منين جبنا لهم الماكله صافي عرفونا باللي حنا راه زوينين وظريفين صافي وتقبلونا وبداو كياكلو عادي جدا هذا مكان دونك بالنسبه لهاد الكلاب ديال الزنقه ملي كتقرب منهم كثر كيبداو ينبحوا عليك سي نورمال حيت هو كيدافع الكلب على التيريتوار ديالو حيت هذا التيريتوار هما عايشين هنايا هادو ستون موت ديال لي شيان كيدافعوا على التيريتوار ديالهم انت دخلتي للتيريتوار ديالو اوتوماتيكمون هو كيبدا ينبع عليك ولكن ملي كيشوفك راك جبتي ليه غير الماكله ما جيتش باش تضربو صافي راه كيتيقفك وما غيعضك ما والو وهذا مكان سا سي بيان سا سي بيان وارحم من في الارض يرحمك من في السماء كاين ولا ما كايناش خويا زكريا تحياتي لا فريمون فرحت ديال بصح ملي شفت كم هائل ديال الكلاب وكلشي كياكل كلشي كيصرى الحمد لله كتحس براسك بحال انت في بلاصتهم وجاب لك شي واحد تاكل وشحال هذه ما كليتيش والله الحمد لله الحمد لله السيام هذاك كتحس بهم والله كتحس بهم شوف احنا كنصوبوا كيفاش كنحسوا تخيل معايا وما يقدر كلهم حتى واحد اكزاكت يقدر يكون نهار ما كلاش يومين الله يحسن العوان من السيام راه كتعرف ان الكلب راه اكزاكتومون دونك حتى حنايا خوتي من الله كيقول لنا تصوموا دونك كتصوم باش كتحس بهذاك الحيوان ولا داك الانسان اللي ما عندوش اولا الحيوان اللي ما لاقيش ما ياكل وباش القلب ديالك تنزل عليه الرحمه وترحم هذا الشيء هذا اللي المخلوقات ديال الله سبحانه وتعالى اذا اخوتي كما كتلاحظوا معنا حنا غاديين كنقلبوا على الكليبات حنا لقينا هنايا واحد لاموت ديال لي شيان هما خارجين لينا هنايا اذا اعزائي المشاهدين جينا هذا المكان كما كتلاحظوا معايا
هنايا ما كيكونوش الناس بزاف يعني هاد الكلاب اللي كاينين هنايا لقينا بزاف ديال الكلاب هنا هاد الكلاب اللي كاينين هنا في الخلا ما كيلقاوش اللي عطاهم ياكلوا مالوغوزمون دونك شفنا لهم الماء عطينا لهم الماكله كما كتلاحظوا معانا وهادو شويه كيخافوا حيت سي نورمال انا كيجيو الناس كيبداو يشير عليهم الدراري بالحجر وداك الشيء دونك كيكون فيهم الخوف دونك كنحطوا الماكله وكنبسعوا منهم حتى كيجيو على خاطرهم ياكلوا باش يعرفونا بلي حنا ما جيناش ناديوهم بالعكس جينا غير باش نعطيهم ياكلوا ومشيو بحالاتنا وهذا الشيء اللي كاين سا سي بيان سا سي بيان واحد المشيشه صغيره مسكينه الله يرحمها كانت هنايا كاينه حتى جداها ولدها ثلاثه ديال البيضين مشاش واحد خلوي ماتت عضوها الكلاب حاشاكم ماتت وبقاو وليداتها ضايعين بالجوع بساك دابا خاصهم ياكلوا واحد مسكين طيب ماشي مشكل احنا غادي نعطيوك اختي الماكله الله يرحم الوالدين بالخير ها انت سيري الا ما قدكش هادشي نزيدو لا لا الله يخلف عليكم الدراري الله يخلف عليكم الله يسركم شكرا بزاف الله يرحم الوالدين انت الله يرحم لك الوالدين هادشي اللي كديري فيهم شكرا 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 معنا دوزنا نهار واعر انتوما بخير كنا صايمين ولكن عرفتي ما حسيناش بالوقت فوالا ملي كدير شي حاجه من قلبك وكدير الخير سبحان الله العظيم الله كيسر الامور وبيان سور كنشكروا الدراري الزوينين اللي كانوا معنا في النهار هذا غادي ناخذوا الكلمه من عند كل واحد وغنخلي في الديسكريبشن لتحت لي شين يوتيوب وانستغرام ديالهم كاملين اللي بغى يدخل عندهم يتابونا الدراري الزوينين الله يسهل عليهم خويا ياسر فلوغ خويا العزيز كنشكروا الدراري كاملين اللي حضروا معنا اليوم شكرا بوميتر بونشيان شكرا خويا زكي خويا سيمو الدراري الزوينين شكرا على البادره هذه وفيس ليكم الدراري احسن دريسور في العالم بوميتر بونشيان دعموه تابوناو خليو لايك فيديو تفرقع لاشين ديالو لي كومونتير حفزوه حفزو اي واحد كيدير شي كونتوني زوين والله يسهل عليكم والله يسهل على الجميع امين تبارك الله ياك خويا سفيان تحيه ليك وصراحه هاد البادره هادي طيبه وكما قال لكم ما حسيناش بالنهار كيفاش داز و بزاف ديال الناس تلاقينا معاهم بزاف ديال الناس فرحوا بهذا البلان هذا اللي درنا اليوم ان شاء الله جاي محسن وجاي محسن غير ما نوصيكمش الدراري سيبور لهاد الصاد هذا ما يكون غير الخير ان شاء الله وكنشكر خويا سفيان راه انا ديما مع سفيان كنبان في لي فيديو معاه وكنشكرو مع اليوم جماعة الدراري كاملين درنا هاد الكونسيبت زوين بزاف ونتمنى نعاودوه مره اخرى وشكرا للدراري كاملين وشكرا لسفيان دونك اخوتي كنبغي نشكر الدراري كنبغي نشكركم نتوما اللي بقيتو كتفرجوا في الفيديو حتى الاخر وكما قلت لكم هادشي درناه باش نتوما نموتيفيكم باش نتوما ديروا الخير ان شاء الله ولا عجبكم لا فيديو غديروا لايك تابوناو عند الدراري كاملين تخلوا واحد الكومونتير زويون للتشجيع وان شاء الله نعاودوا لكم بحال الفيديوهات اللي بغيتو تبارك الله عليكم باي ديروا لايك ديروا لايك سبسكرايب